سمير نور. وضع فريق وداد فاس صار أكثر تعقيدا، فالفريق بات يحتاج إلى معجزة لضمان البقاء بالدوري الممتاز. الواف لم يستثمر المباراة التي جمعته بالوداد البيضاوي على نحو جيد، واكتفى بتعادل جعله الأقرب إلى دهاليز القسم الثاني. ويبدو أن الوداد كان بدوره يبحث عن 30 نقاط تساعده على التسلق إلى أحد المركزين الثاني أو الثالث. الأخير سيطر على أطوار المباراة في شوطه الأول بصنعه لمجموعة من الفرص دون استثمارها على نحو جيد. في الجهة الأخرى لم يكن عطاء الوداد الفاسي أكثر فعالية، واكتفى بمحاولات محتشمة. أخطر محاولات الجولة الأولى كانت لصالح الوداد، إذ كاد الغابوني ماليك إيفونا أن يفتتح باب التهديف في الدقيقة 26، والكرة مرت محادية لمرمى محمد أمين البرقادي، لتتوالى بعد ذلك فرص الأحمر مع تسجيل تراجع مدافعي فريق وداد فاس إلى الخلف للدفاع عن المرمى. هنا فرصة مواتية للواف كان وراءها رضا الله الغزوفي، واللاعب لمسن ينقذ العرين الأحمر. شوط المدربين كان الأكثر من حيث العطاء بالنسبة للفريقين. باكاري كوني يسدد بقوة والكرة فوق العارضة. الواف بدوره واصل مسلسل البحث عن هدف يساعده ولو قليلا على الخروج من أزمته، غير أن الحظ لم يحالفها. الوداد ضغط بعد ذلك في مجموعة من المناسبات، غير أن الزوار أمنوا خطهم الدفاعي بشكل جيد. مدرب الواف فؤاد الصحابي أقدم على تغييرات في الجولة الثانية، تغييرات أعطت أكلها حينما نجح البديل سيرش كواديو من الحصول على ضربة جزاء في حدود الدقيقة 72. انبرى لها اللاعب تبركانين بنجاح مانحا فريقه الهدف الأول. هدف أشعل حماسة المضيف الذي بحث بشكل متواصل عن طريقة تساعده على التعديل، ما تأتى له في حدود الدقيقة 88 عن طريق اللاعب أيوب الخليقي. باقي الدقائق لم تحمل الجديد مع تسجيل محاولة قوية لكلا الفريقين. اعتقد ان التعادل ما كيخدمش المصالح ديالنا، لان احنا كنا كنطمحوا ثلاث نقاط وانتظار المباراه المؤجله للدفاع الحسني الجديد باش نرجعوا شويه لمحاوله البقاء. لسوء الحظ هو تعادل بطعم الهزيمه، لكن كنهنئ الاولاد اللاعبين اللي امام الوداد وفي مركب محمد الخامس قاموا بلقاء كبير، بل انهم تسيدوا المباراه في الشوط الثاني وكانوا سباقين التسجيل، ولولا سوء الحظ لكان رجعوا بنتيجه اخرى من غير التعادل. اليوم شفنا باللي وداد فاس كيلعبوا كرة جيدة، من الأول العام كانت معكزة، جينا هنا باش نفوزوا، كنشوفوا الدقيقة الأخيرة سجل علينا هدف. أوكي الحين دابا كلشي يتحمل المسؤولية ديالو، حنا الأولين أبخي كلشي غير يتحمل المسؤولية ديالو. هذاك لو بوال اللي خدينا اليوم ما يزيدناش لقدام، باقي ثلاثة المباريات نحاولوا نديروا المجهود ديالنا، ما سافي تري تري ديفيسيل. المباراة ما كانتش سهلة بالنسبة لنا ففريق الوداد الفاسي، فهو جاي لاعب المرتدات يعني الهجومية، فالحمد لله يعني حتى النتيجة ديال 1-1 فتخلينا المباريات الجاية نكملوها ونشوفوا الموسم الجاي إن شاء الله. نتيجة المباراة صعبت أكثر مأمورية الوداد الفاسي الذي ازدادت وضعيته تعقيدا في أسفل الترتيب، علما أنه لا زالت لديه ثلاث مباريات، فيما الوداد لا زال يحتل المركز الخامس ب 41 نقطة. يعني عزيز بودا.